الباسط الرزاق الصمد الكريم الرافع المتعال البارئ العظيم الغفار الغفور المؤخر الصبور الباعث القهار المقتدر الشكور جل شأن الله جل شأن الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المتكبر. وقبل أن نشرح، هل يمكن أن تكون صفة في جهة مدحاً والصفة نفسها في جهة أخرى ذماً؟ ممكن. أوضح مثل أن إنساناً يحتاج ابنه إلى عملية جراحية فورية، وبحاجة إلى مبلغ كبير من المال. توجه إلى شخص وقال: أنا غني وأنا أملك أموال طائلة، فتعلقت آماله به، ثم تبين أنه لا يملك شيئاً. فهذا الذي ادعى أنه غني وجعل هذا المحترق على مبلغ معين يعلق الأمل به، ثم خيب ظنه. فكلمة أنا غني هذه صفة ذم في هذا الكاذب. أما لو توجه إلى جهة أخرى وكان رجل ميسور بحب الخير، قال له: أنا غني، أنا معي مال وسأقرضك هذا المبلغ. هذه الجهة الثانية، كلمة أنا غني صفة مدح له. لو قال له أنا فقير لانصرف عنه، هو معه مال ويحب الخير. فكلمة واحدة يقولها إنسان تعد ذماً، ويقولها إنسان آخر تعد مدحاً. لو إنسان جبان قال: أنا شجاع، وخذلك. لو إنسان بخيل قال: أنا كريم، وخيب ظنك. لو إنسان جاهل وقال: أنا عالم، فاكتشفت جهله ولم يجيبك عن سؤالك. أما لو إنسان شجاع وقال: أنا شجاع وسأدافع عنك، وضع ثاني صار. إنسان كريم قال: أنا كريم وسأعطيك، وأعطاه. إنسان عالم قال: أنا عالم وسأجيبك عن كل أسئلتك، صفة مديح. فالرب رب والعبد عبد. فالعبد من شأنه أنه فقير وجاهل وضعيف، فإذا ادعى ما ليس له فهي صفة ذم. فأي إنسان متكبر، إنسان مخطئ، إنسان صغير عند الناس لأنه كاذب. وأي إنسان يعني تكلم الحقيقة ونفعك بها فهذه صفة مدح بحقه. الملاحظة الثانية، يعني تصور البحر المتوسط كم لتر ماء فيه؟ طيب البحر المحيط الهادي، الأرض أربعة أخماسها بحار، ولا أبالغ بهذا المثل. لو ركبت قارباً في البحر وأمسكت بإبرة مخيط وغمسته في البحر، ثم رفعت يدك، بما يرجع؟ نسبة الماء التي حملها المخيط، إبرة، نسبة الماء التي حملها المخيط
إلى ماء البحار، إلى ماء المحيط الهادي. كم هي النسبة؟ والله لا أبالغ، لا نعرف عن الله عز وجل إلا كما يحمل المخيط من ماء بالنسبة لماء البحر. لذلك لا يعرف الله إلا الله. حتى الأنبياء، حتى سيد الأنبياء، معرفتهم ليست مطلقة. هذا المعنى يؤكده قوله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يمكن لتر حبر بكفيك عمر. هناك آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. لذلك أيها الإخوة، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وأدق معنى لكلمة الله أكبر حينما تصلي، طبعاً شيء بديهي أنه أكبر من كل شيء، هي أكبر مما عرفت. مهما عرفت عن الله فهو أكبر. لذلك كلمة متكبر في الإنسان صفة ذم. يعني الإنسان، دققوا، خسرة دم، يعني أقل من رأس دبوس، إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل، بمكان آخر أصيب بالعمى، بمكان آخر أصيب بفقد الذاكرة، خسرة دم. ويقول: أنا لو أن الدم تجمد في مكان أصيب بالشلل، لو نمت الخلايا نمواً عشوائياً أصيب بالورم الخبيث، لو توقف القلب فجأة تكتب نعوته فوراً. هذا الذي يقول: أنا إنسان جاهل. نحن مفتقرون في وجودنا إلى الله، نحن جميعاً في قبضة الله، كن فيكون، زل فيزول. فالذي يقول أنا إنسان جاهل، قال: إنما أوتيته على علم عندي أهلكه الله، أليس لي ملك مصر؟ أهلكه الله، أنا خير منه؟ أهلكه الله، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد؟ أهلكهم الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا الاسم المتكبر لم يرد إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وفي السنة الصحيحة روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وهو على المنبر، قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال النبي الكريم: يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها: أنا الجبار، أنا الملك، أنا المتكبر، أنا المتعال. فجعل النبي يرددها حتى رجف به المنبر، وحتى ظننا أنه سيخر به. لذلك بقدر ما تعظم ربك تكون قريباً منه، وبقدر ما يهون أمر الله عليك تهون على الله. ويمكن أن أضغط حال المسلمين اليوم بكلمتين: هان أمر الله عليهم فهانوا على الله.
أيها الإخوة، من معاني هذا الاسم المتكبر ذو الكبرياء، العظيم المتعالي القاهر لعتات خلقه، إذا نازعوه العظمة قهرهم. متكبر، المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن ظلم العباد، بيقول له أنت كبير يعني لا تظلم، أنت كبير لا تأخذ ما ليس لك. كلمة كبير صفة مديح، أنت كبير. المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن ظلم العباد، المتكبر عن قبول الشرك في العبادة. في صحيح مسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أصل الكبر والكبرياء الامتناع، والكبرياء صفة مدح في ذات الله عز وجل، وفي صفات المخلوقين صفة ذم. لا أحد منا يحب المتكبر، المتكبر لا يحتمل، لأنه يدعي ما ليس له. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كان بين بغداد وحلب، التقى بعدو له فولى هاربا، قائل هذه الأبيات، معه غلام، قال له: ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال له: قتلتني قتلك الله. وعاد فقاتل عدوه وقتله، مات في الطريق. كلام فارغ. والله أيها الإخوة، معظم كلام الناس كلام فارغ. من أنت؟ كلما تواضعت لله رفعك، وكلما تكبرت وضعك. كلما تواضعت لله رفعك، وكلما تكبرت وضعك. لذلك من رأى العظمة والكبرياء في نفسه فقد كذب على الله. قال تعالى: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أخواننا الكرام، في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا كنت أقول: إنسان جاءه ضيوف كثر ما عنده شيء، عنده كمية لبن محدودة أضاف إليها خمسة أضعاف ماء، جعلها شراب رائع وقدم الضيافة للضيوف. هالكيلو لبن تحمل خمسة كيلو ماء، لكن هذا اللبن لا يتحمل قطرة بترول واحدة، يتحمل خمس أضعافه ماء، يصير شراب لذيذ. أما أن تضع فيه قطرة بترول واحد انتهى. يعني العبودية تتناقض مع الكبر. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تجد إنسان مؤمن متكبر. يعني إنسان يمشي في المسجد ليلاً ما في إضاءة، فوطئت قدمه رجل إنسان، فصاح هذا الإنسان: أأعمى أنت؟ هو خليفة المسلمين سيدنا عمر. قال له: لا. قال له: ما. قال له: سألني فأجبته. ما صار شيء. سألني فأجبته. دخل إنسان إلى رسول الله أصابته رعدة، قال له: هون عليك هون عليك.
إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. لا يمكن أن يكون المؤمن متكبرا، لأنها صفة ذم به دون أن يشعر. يقول لك الله وفقني، كلام صحيح، الله مكنني، الله أكرمني بهذا البيت، أكرمني بهذه الزوجة، أعطاني، رزقني ولد، دون أن يشعر. كل كلام المؤمن يعزو النعمة إلى المنعم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ ما قال فهديتكم، ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي. أيها الإخوة، قال رجل سائلاً النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً أنيق، ونعله حسنةً، هل هذا من الكبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق، يعني بتكون إنسانة مسلمة محجبة في بلد غربي تختلف مع زوجها، ترفض أن ترفع قضيتها لقاضي مسلم، لأن هذا القاضي المسلم يحكم لها بالمهر فقط. ترفع قضيتها لقاض آخر يحكم لها بنصف أملاك زوجها. ترفض آيات الميراث، أريد أن آخذ نصف ماله. كل إنسان يرفض الحكم الشرعي متكبر. إبليس ماذا فعل؟ أبى واستكبر، أبى أن يسجد لله عز وجل. نعم، أنا خير منه، يعني أخطر معصية معصية الاستكبار، وأهون معصية توبة معصية الغلبة. ربنا غلبت علينا شقوتنا، سيدنا آدم نسي ولم نجد له عزمة، ما في عزم على المعصية، لكن يعني ظن أن هذه الشجرة تجعله في هذه الجنة خالداً، أكل منها، قال فنسي ولم نجد له عزمة. أما إبليس أبى واستكبر أن يكون من الساجدين. أخطر معصية أن تستكبر عن طاعة الله عز وجل. الكبر بطر الحق. أخي، هذا هو الحكم الشرعي، لا أريد المحاكم، أريد القانون. يعني في إنسان بذكائه يكتشف أن هذه القضية لا تحل عند العلماء، تحل عند القضاة. القضاة يحكمون بالقانون، أما العلماء يحكمون بالشرع. يتوجه إلى القضاة يقول: نحن بلد، في قانون، في نظام، أنا أحتكم إلى المحاكم. أيام بيكون المستأجر محمي بالقانون، سيدي أنا بدي شرع الله. لماذا في تلك القضية توجهت إلى القضاء وفي هذه توجهت إلى العلماء؟ هو يريد مصلحته فقط. أين هي؟ أحياناً تلاقي شخص مهم يحتكم لعالم لأنه يعلم علم اليقين أن القانون مع خصمه، وأحياناً يحتكم إلى القضاء يعلم علم اليقين أن العالم لا يعطيه حقه، لا يعطيه ما يتمنى بالضبط، يحتكم للقانون. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الآن المتكبر من الكبرياء، والكبرياء هو الملك. قال تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. الملك، الكبرياء الملك. وما نحن لك بمؤمنين. المتكبر هو الملك الذي
لا يزول سلطانه، والعظيم الذي لا يجري في ملكه إلا ما يريد، المتكبر العظيم والكبير، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. لذلك الآية الكريمة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. دققوا، إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، الأمر ينصب لا على الذكر بل على الذكر الكثير، لأن المنافق يذكر الله، قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلاً. إذاً هنا الآية تتجه لا إلى الذكر فقط بل إلى الذكر الكثير، يقاس على هذا المعنى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هو آمن بالله، إبليس آمن بالله، قال له: ربي فبعزتك، قال له: خلقتني من نار. إبليس آمن بالله لكن ما آمن به إلهاً عظيماً. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تؤمن بالله أنه عظيم من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، والدليل: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. معنى ذلك أن طريقة عظيم الله التفكر في خلق السماوات والأرض. فالمتكبر العظيم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. وبالمناسبة أيها الإخوة، كلما عظم مقام الإله عندك كنت أقرب إلى الله، وكلما صغر مقام الإله عندك. لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك، هذا الذي له جلوة وله خلوة، يفعل شيئاً في خلوته ما لا يفعله في جلوته، يعني هو لا يخشى الله، يخشى الناس. فلما خلى مع نفسه ارتكب معصية. من هنا قيل: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ما المخلط؟ هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. فالمتكبر العظيم الكبير، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. المتكبر، المعنى الآخر، المترفع عن ظلم العباد، المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن قبول الشرك، المتكبر الذي انفرد بالكبرياء والملكوت وتوحد بالعظمة والجبروت، المتكبر الذي بيده الإحسان ومنه الغفران. مرة ثانية أذكركم بقول بعض الناس لوجهاء القوم: أنت كبير لا تفعل هذا، أنت كبير لا تأخذ ما ليس لك، أنت كبير لا تنتقم. يعني قريش نكلت بأصحاب النبي رضوان الله عليهم، وأخرجت النبي من مكة، وحاربته حروباً ثلاثة، فلما سيطر عليهم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وبإمكانه بمنطق الطغاة أن يلغي وجودهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنت كبير يعني كامل، أنت كبير لا يمكن أن تنتقم، لا يمكن أن تفعل سوءاً، لا يمكن أن تنحاز. الذي بيده الإحسان ومنه الغفران، ليس لملكه زوال ولا لعظمته انتقال.
المتكبر من الامتناع عن الانقياد. يعني المؤمن أنا أقول رقم صعب، رجل مبادئ، رجل قيم، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم. بينما الإنسان إذا غفل عن ربه له سعر، يعني إنسان يغير قناعته بألف، ثمنه ألف، هو وعلمه وشهاداته ومكانته وهيمنته ثمنه ألف، في إنسان بمليون يغير قناعته، في إنسان بخمس ملايين، ما دام له سعر سقط من عين الله، ما دام له سعر يغير به قناعته انتهى عند الله، مهما كان هذا السعر كبيراً له سعر. المتكبر من الامتناع وعدم الانقياد، المتكبر طليق الإرادة لا تحكمه إرادة أخرى. آخر معنى من معاني المتكبر، المتكبر المتعالي عن صفات خلقه. كلما خطر في بالك شيء فالله بخلاف ذلك، متكبر عن صفات خلقه، كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، والحمد لله رب العالمين. جل شأن الله من على الأسماء فبها ندعو وبها نخشى. جل شأن الله المبدئ المعيد المتكبر الجليل الباقي الحسيب العدل الوكيل المحسن اللطيف.